ويمكن تواجد محمد صلاح ضمن قائمة المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لعام 2023 والمقدمة من رابطة مشجعي كرة القدم. وضمت قائمة المرشحين 5 لاعبين آخرين بجانب محمد صلاح، وهم رودري وكمان هالاند نجمي مانشستر سيتي، وبوكايو ساكا نجم أرسنال، وأيضا كيرون لاعب نيوكاسل، وأولي واتكنز مهاجم أستون فيلا. حقيقة أن محمد صلاح يمكن مقدم الموسم الحالي خلينا نقول أداء رائع جدا في مختلف المسابقات، يعني من خلال مساهمته في 14 هدف خلال 14 مباراة، سجل 10 وصنع 4 يا كريم، يعني يمكن المعدل التهديف اللي بنتكلم فيه هدف في كل مباراة سواء صناعة أو تسجيل. بس عظمة. بالنسبة بقى للجائزة والخمس مرشحين اللي معاه فأكيد هيكون فيها كلام، يعني أكيد هيكون فيها كلام. تعالوا نعرف المزيد من التفاصيل حول فرص محمد صلاح فيها هذه الجائزة مع الناقد الرياضي اللي دايما بنعتز بوجوده معانا في 10 الصبح في الأهلي، أيمن جيلبرتو. يا أيمن صباح الفل عليك، وأهلا بيك معانا في 10 الصبح في الأهلي. صباح الفل عليك يا كريم وعلى مريم وكل مشاهدي متابعي قناة النادي الأهلي، ومبسوط دايما إن أنا بكون معاك. أنت محتاجينك تنورنا في الاستوديو، ليك شو أو ليك وحشة لعل المانع خير، أنت إيه الحكاية؟ والله الظروف كده بس بتخليني ما بقدرش أنزل الصبح بتخص الشغل، بس إن شاء الله يعني في أقرب وقت كل الامور تتعدل وتلاقيني موجود معاكم باذن الرحمن. نسعد ونتشرف بوجودك كالعاده. قول لنا بقى كده بدايه، شايف فرص محمد صلاح في الفوز بهذه الجائزه مع منافسي واصله لفين؟ يعني طالما الجائزه حسب ما انا قريت يعني هي بتصويت الجمهور، فهنا ممكن نقول ان في فرص كويسه لمحمد صلاح، لان طبعا المصريين لو ركزوا في موضوع التصويت انت عارف بنكسب اي حد. فلو هي بتصويت الجمهور فاعتقد في فرص جيده لمحمد صلاح، لان طبعا وجود هالاند معاه ورودري من مانشستر سيتي، طبعا الاثنين اللعيبه دول العام الماضي هم ابطال الدوري الانجليزي بريمير ليج وابطال العديد من البطولات يعني، وهالاند بتتكلم في هداف البريمير ليج بارقام رائعه جدا، وحتى هو كان افضل لاعب في اوروبا وثاني افضل لاعب في العالم في بالون دور. فطبعا المنافسه اكيد صعبه. محمد صلاح اجمالا في عام 2023 كبطولات ما نقدرش نقول ان في بطولات، لكن على المستوى الفردي ارقامه جيده جدا، حطم العديد من الارقام القياسيه سواء في البريمير ليج او ارقام تخص ليفربول، اتحد كده ودخل خلاص الراجل بيقرب من يعني اول 3 هدافين تاريخيين في ليفربول بشكل عام، ويعني ارقامه وهي بتتكلم عنه. فلا نقدر نقول فرصه موجوده طالما الموضوع بالتصويت، ولو التصويت يعني بشكل عام نقدر هنا في مصر الناس تصوت، في البلاد العربيه الناس تصوت، عارف الحاجات دي المصريين ما بيغلبوش يعني. فلا نقدر نقول ان صلاح عنده فرص. لو بالمنطق طبعا هي صعبه قدام هالاند ورودري وحتى ساكا يعني لو بنتكلم على مستوى انجلترا بس بشكل عام، ولكن لا لكن طالما بالتصويت نقدر نقول ان في فرص يعني. طيب أيمن خلينا نروح معاك لجزئية الحقيقة احنا اتكلمنا فيها كتير مرارا وتكرارا، وهي فكرة انتقال صلاح، مغادرة ليفربول، بقائه في ليفربول بعد العروض اللي احنا شفناها خلال يعني الموسم المنقضي ده من الدوري السعودي وغيره. كان في يمكن كانت دي الهايلايت او السبوت لايت كانت على صلاح، انه فكرة يعني استمراره من عدمه مع ليفربول. بس مع نهاية الموسم الحالي اكيد الموضوع هيختلف، اكيد حسابات صلاح يعني يمكن يكون فيها تغييرات غير الموسم اللي فات. يعني شايف انه ممكن فعلا مع نهاية السيزن ده ممكن صلاح يمشي من ليفربول؟ طبعا وارد جدا يا مريم ان هو ما يعني ما يستمرش. طبعا احنا عارفين صلاح ووكيله اذكياء جدا في التعامل مع الامور دي. شفنا قبل تجديد عقده الحالي في فترة كان برضو الكلام ازاي منتشر على هل صلاح مكمل هل صلاح مش مكمل، هيجدد مش هيجدد، لحد ما وصل ان هو تقريبا تم الاستجابة لكل طلباته وجدد تعاقده، حتى في الميركاتو اللي انت بتتكلمي عليه ده بتاع قبل بداية الموسم، والكلام ازاي عن انتقاله للاتحاد جدة السعودي لحد اخر يوم
واخر لحظات الميركاتو فاكرين احنا الموضوع يعني ده؟ ايوه كان لحد بالظبط اخر لحظه كل كنا يوم بنعد الساعات يعني 48 بالظبط كده، ساعه اللي هو قاعد 24 ساعه. هو مش ماشي، وهو نفسه ما بيعلقش، وكيله ينفي مره بعد كده ما ينفيش بعد كده، فهم بيتعاملوا بذكاء. بعد نهايه الموسم الحالي اكيد صلاح هيقيم اموره في ليفربول، خلاص هيبقى باقي على عقده اعتقد هيبقى موسم او اتنين بالكتير، فوارد ان يبقى في رغبه متبادله، وارد ما فيش حاجه اكيد ان هو مثلا هو وليفربول ان يبقى في استفاده ليفربول من المقابل المادي اللي هو هيتباع بيه، بجانب ان هو نفسه يحصل على مقابل مادي اعلى. وارد جدا يبقى في عروض اخرى، ممكن ما يبقاش في الدوري السعودي، ممكن نلاقيه في الدوري الامريكي مثلا، لو الامور في الدوري الامريكي كمان بتزدهر اكتر، خصوصا في تواجد ميسي، هيبقى في عقد تنازلي بقى لكاس العالم الجديد 2026، بالاضافه لكاس العالم للانديه الموسع نسخته الاولى 2025. السعوديه برضو بعد ما هي خلاص بنتكلم في المرشح الوحيد لكاس العالم 2034، وارد يبقى لسه المشروع بتاعهم مستمر، فيقدموا عرض جديد ان هم ياخدوا محمد صلاح، لان عارفين قيمه وجود محمد صلاح يعني ايه في الدوري السعودي، وهتعلي منه ازاي كنسب مشاهده طبعا اكبر مع النجوم اللي موجوده. فكل الامور وارده، ما نقدرش نقول حاجه او حاجه لا، ولكن تجربتنا مع محمد صلاح ووكيله في الامور دي بتخلينا ما نقدرش نقول ايه الاقرب، بتخلينا نستنى، لان في النهايه هم بيتعاملوا بذكاء شديد مع الملف ده يعني. بس انت مظبوط يعني. يعني تبدو من اجابتك كده ايضا ان انت ايه مميل، يعني مرجح اكتر كفه احتماليه رحيله عن ليفربول. طب ما يعني ما هو عدى الفتره اللي فاتت يعني بكل اشكال الاغراءات، ومع ذلك تمسك باستمراره مع الفريق، ايه المانع انه يقرر يستمر كمان موسم مع ليفربول لتحقيق المزيد من الانجازات ولكسر وتحطيم المزيد من الارقام القياسيه؟ لان لو احنا بنتكلم على وجوده في ليفربول كان عشان يحقق من خلاله ارقام قياسيه معينه، وقد كان، طب ما اكيد ممكن يبقى عنده نهم لتحقيق المزيد. ممكن بعد، عشان كده قلت يا كريم بعد نهايه الموسم اعتقد صلاح هيقعد يقيم الفتره اللي جايه بالنسبه له، هل هيقدر في انجلترا ان هو يحقق مزيد من الارقام الشخصيه، حتى على يعني مش هنتكلم ارقام جماعيه، لانه واضح ان ليفربول في مرحله احلال وتجديد، وان وارد ان يعني زي كده لما محمد صلاح في بدايه ان هو انضم لليفربول، كان ليفربول بيكون هذا الفريق اللي قدر ان هو يكسب بيه كل البطولات اللي شاركوا فيها على مدار 4 سنوات، ما بين استعاده الدوري بعد غياب 30 سنه، الفوز بدوري ابطال اوروبا بعد غياب سنوات طويله، الفوز بكاس العالم للانديه، البطولات الاخرى في الكاس. فليفربول حاليا هو بيعيد البناء بتاع الفريق، فوارد انه زي ما هم استغنوا عن ساديو ماني، زي ما هم استغنوا عن فيرمينيو، زي ما هم استغنوا عن هندرسون، وارد جدا ان خلاص ان الموسم اللي جاي ان هم صلاح طبعا احد ثبات الفريق واعمده الفريق، ان مع الموسم اللي جاي او اللي بعده يبقى في احلال وتجديد، يشوف بديل لمحمد صلاح مع كبر تقدمه في السن. فزي ما بقول لك احنا هنستنى نهايه الموسم، صلاح اكيد هيشوف ايه ما ينتظر في البريمير ليج، لو حاسس ان هو لسه يقدر يحطم مزيد من الارقام في البريمير ليج بالتاكيد هيستمر، لو حاسس ان هو اكتفى من تجربته في البريمير ليج ممكن نشوفه في حته ثانيه، سواء زي ما قلت يعني الدوري، لان خلي بالك اسبانيا الامور هتبقى صعبه جدا ان صلاح يروح ريال مدريد او برشلونه، بعيدا عن قصه المستوى الفني، او ان هو مثلا ممكن ريال مدريد يقول لا صلاح كبير او برشلونه يقول صلاح كبير، لا كمان في حاجه ثانيه ازمه تخص الرواتب، لان راتب محمد صلاح كبير جدا، فالنهارده ان انديه اسبانيا حاليا عندها مشاكل تتعلق بموضوع الرواتب ده، فممكن ما يقدروش يتعاقدوا مع لاعب بحجم محمد صلاح. باريس سان جيرمان برضو ما اعتقدش ان الامور هتبقى يعني سهله بالنسبه لهم ان هم يتعاقدوا مع صلاح، فصلاح اما الاستمرار في ليفربول يروح حته ثانيه في انجلترا، او عنده تجربه الدوري الامريكي وتجربه الدوري السعودي، هو ممكن يقيم الوضع عامل ازاي ويشوف هل فرصه فين ممكن تبقى اكبر، سواء على الصعيد اقتصاديا، لان صلاح بنتكلم ان هو خلاص زي كمؤسسه بتمشي على الارض، زي ميسي زي كريستيانو زي النجوم الكبار دول، او حتى على المستوى الفني
عشان كاريره في الكوره يعني. طيب ايمن، انا يعني كلامك ده الحقيقه برضو فتح لي كده جزئيه، فكره يعني محمد صلاح او فكره امكانيه ليفربول ان هي تستغنى عن محمد صلاح. يمكن انت شفت بعد ما صلاح قرر ان هو يبقى في ليفربول، شفنا يمكن تصريحات من بعض القائمين على الدوري السعودي، فكره انه يعني هو الخسران، ده رونالدو جه عندنا، ويعني كنا شفنا شويه مناوشات كده بعد ما فضل ضاغط عليهم وفي الاخر الحقيقه قرر ان هو يستمر في ليفربول. شايف انه ممكن يستغلوا ده انه العرض يكون اقل من العرض الماضي، ويمكن صلاح هيبقى عنده هنا برضو فكرة مشكلة ان هو يعني هيرضخ بقى للعرض بتاع الدوري السعودي، ولا ممكن زي ما انت قلت ان هو ينتقل بقى للدوري الامريكي؟ لا، ما اعتقدش ان صلاح فكرة انه رضوخ، لان هو في موقف قوي، راجل في البريمير ليج في ليفربول اللي عنده عقده، واحد من افضل اللاعبين في تاريخ نادي، في خلاص بالارقام يعني لاعب تاريخي في ليفربول، لاعب تاريخي في البريمير ليج، هداف افريقيا، واحد من الهدافين التاريخيين يعني في البريمير ليج. لا، هو صلاح يعني ما اقدرش اقول ان هو في وضع ان هو يرضخ، لانه حتى لو تجدد العرض السعودي اكيد محمد صلاح هيبقى ليه حساباته وليه اموره، ومفيش يعني نقدر نقول ايه يعني. مثلا كريستيانو رونالدو كان في الفتره اللي راح فيها الدوري السعودي، كريستيانو كان عنده مشكله بس واحده، ان هو مشي يعني ازمه مانشستر يونايتد واللي حصل، وان برضه بعض الانديه في اوروبا ما كانتش تقدر ان هي تتعامل مع الراتب بتاعه، فهو كان عنده اوبشنز ما بين الدوري الامريكي ما بين الدوري السعودي، هو اختار التجربه السعوديه، وكريستيانو رونالدو عمل حاله في الدوري السعودي طبعا بشكل كبير ما بين ادائه واهدافه، واضافه كبيره اكيد للدوري لاي مكان هو بيروحه، والدوري السعودي اكيد مستفيد بشكل كبير من وجود كريستيانو. نفس الامر كان بالنسبه لميسي لما خلاص تجربته مع باريس سان جيرمان حس ان هي خلصت، وهو حس ان هو عايز يستمتع بكره القدم بشكل معين، زي ما سمعنا تصريحاته كده في بالون دور، هو دي تقريبا اطول فتره في تاريخه ممكن ياخد فيها اجازه من الكوره 4 شهور لحد ما يرجع يلعب تاني. فهو اختار ان الدوري الامريكي بالنسبه له مناسب. اللعيبه اللي هي في حجم كريستيانو وميسي، بنتكلم في الليفل بتاع محمد صلاح، ما نقدرش نقول هم بيرضخوا لاي حاجه، لا بالعكس هم اللي بيبقوا مطلوبين. فدايما هو حتى لو هينتقل من الدوري الانجليزي لاي دوري تاني هتلاقيه بينتقل من موقف قوه يعني. في ناس كانت متخيله ان كونه اختار انه يعني ينهي مسيرته الرياضيه والكرويه في الدوري الامريكي ده ممكن يبعده شويه عن احتماليه فوزه بالكره الذهبيه، لكن هو عملها برضه وفاز بيها، اعتقد المره الثامنه على التوالي او المره الثامنه عموما في مشواره. فهل عندك اي تعليقات او تحفظات حول هذا الامر؟ والحاجه الثانيه، هل تعتقد ان المنافسه بعد كده هتكون الى حد ما يعني محصوره بين بيلينغهام ومبابي وهالاند؟ يمكن طبعا دايما بالون دور، واللي بيكسب بالون دور وخصوصا بعد ما انفصلت عن ذا ليست وبقى دي جايزه ودي جايزه، اي جايزه منهم بتعمل حاله من الجدل، ومين اللي يستحق ومين اللي ما يستحقش، وهل هي بالاداء الفردي ولا بالبطولات ولا بالانجازات ولا بايه. لكن خلينا ناكد على حاجه يا كريم، ان بالون دور بتصويت المعايير اللي بتتحط هي بتتحط عشان تحدد المرشحين للجائزه، اللي هم ال 30 لاعب اللي تم اختيارهم. بعد كده ال 30 اسم دول بيروحوا ل 100 صحفي حول العالم من البلاد المصنفه من خلال مجله فرانس فوتبول، وكل صحفي بيختار 5 لعيبه من ال 30 دول يحطهم بترتيب 1 2 3 4 5 ويبتدي يحسبوا النقط ويختاروا مين الفائز. فالنهارده هي بالتصويت، كل صحفي النهارده مثلا انت كريم جالك الورقه، انت حر شايف بالنسبه لك امبابي هو احسن لاعب في العالم بتحطه رقم 1، شايف هالاند بتحطه رقم 1، ايا كان المعايير بتاعتك انت، انت اللي بتحطها. لكن دايما بيأثر في الجوائز دي الى حد ما فكره الشعبيه، فكره ان الراي العام دلوقتي موجه ناحيه مين من اللعيبه، كل الحاجات دي بتأثر. واكيد في بعض الصحفيين بيبقوا زي كوتا كده، يلا يا جماعه عايزين مثلا لعيب معين هو اللي يبقى صوته اكبر، فنبتدي نوجه الناس ان لا ده ميسي هو اللي استاذ يستحق، لا ده هالاند وهكذا. فطبعا هالاند من وجهه نظر ناس كتير هو كان بطل العام يعني في الموسم الماضي، ان هو كسب كل حاجه مع فريقه، ان هو هداف يعني هداف كبير، وزي ما شفنا هو خد جائزه الهداف بتاعت العام. ولكن
في النهايه الاختيارات راحت لميسي، وهو طبعا ده نقدر نقول كده هي دي مسك الختام بالنسبه له، لان هو كان العام بتاعه عام كاس العالم زي ما بنقول كده، او موسم كاس العالم. هو لسه عايش النزوه بتاعته او الاحتفالات بتاعته. فميسي في الاخر، انا ما اقدرش اقيم ميسي حتى لو هو لا يعني ما عملش حاجه، ولكن في النهايه يظل ميسي على راي جوارديولا كده، نعمل جايزه لميسي وجايزه لبقيه اللعيبه. ويمكن زي ما انت قلت طبعا بيلينغهام، هالاند، بابي هم اللعيبه اللي جايه، وفي لعيبه ثانيه كتير، ولكن اعتقد ممكن النسخه الجايه برضو نلاقي مبابي وهالاند هم اللي بيتنافسوا عليها، خصوصا ان مبابي عنده فرصه في يورو 2024 لو قدر ان هو يحقق لقب مع منتخب فرنسا. طيب ايمن، ما ينفعش تكون معانا النهارده وما نسالكش بقى عن يمكن تاهل فلومينينسي لمونديال الانديه. شايف ازاي بعد التاهل ده ممكن تكون المواجهه المحتمله ما بينه وما بين النادي الاهلي؟ بالتاكيد طبعا كاس العالم للانديه اللي جاي، العالم كله منتظر يشوف النسخه الاخيره من الشكل الحالي قبل فكره كاس العالم الموسع 2025. اتكلمت قبل كده معاك وقلت ان دي فرصه للجيل الحالي للنادي الاهلي ان هو يحقق حاجه ما اتحققتش. يعني هو الجيل الحالي بنتكلم ان هو جيل مميز، حقق بطولات كتير، منها 3 دوري ابطال افريقيا من 4 نهائيات غير الدوري والكاس، واثنين برونزال المونديال ومركز رابع بعد كده. فهم لا عندهم فرصه ان هم يعملوا حاجه ما فيش اي جيل قبليهم عملوا، ان هم يتاهلوا لنهائي البطوله دي ويلعبوا على الميداليه الذهب او الميداليه الفضه. طبعا المباراه الاولى هي بنسبه 99.9 هيبقى الاهلي واتحاد جده، لان في فرق كبير ما بين اتحاد جده واوكلاند، ولكن الكره فيها كل حاجه. ولكن نقدر نقول ان دي المواجهه المحتمله، لو النادي الاهلي قدر ان هو يتخطى ربع النهائي اعتقد هيبقى عنده منافس صعب جدا. كلنا شفنا المباراه امبارح، ورغم ان ناس كتير بتتكلم ان فلومينيزي عنده لعيبه كتير اعمارها كبيره، ولكن لا شفنا ازاي القوه البدنيه بتاعت الفريق ده والقوه والفنيه، ولعيبه بتلعب كوره جميله وسريعه وممتعه، وفريق فعلا قوي جدا. في لعيبه كلنا عارفينها زي بنتكلم فليبي ميلو، واجهناه قبل كده وقدرنا نتغلب على فريقه لما كان مع بالميراس، مارسيلو بخبراته وتواجده لسنوات وفوزه ب 25 بطوله مع ريال مدريد. بنتكلم على لعيب كمان كينو، لعيب كلنا شفناه هنا في الدوري المصري وقت ما كان متواجد مع بيراميدز، وكان لعيب ممتع جدا، وهو تقريبا هو مستر اسيست بتاع فلومينيزي في البطوله دي. فلا فلومينيزي فريق قوي جدا، اول مره يكسب البطوله، هيروح كاس العالم للانديه بشغف مختلف، وكلنا عارفين الجماهير البرازيليه بتبقى عامله ازاي. ولكن نتمنى الاول ان النادي الاهلي ان شاء الله الفتره دي يقدر ينافس في الدوري ودوري ابطال افريقيا، يعمل نتائج تريحه ويروح كاس العالم بشكل مختلف. ودي فرصه تاني من خلال قناه الاهلي وبنقولها للعيبه، كاس العالم الانديه اللي جاي ده فرصه بالنسبه لكم عظيمه جدا ان انتم تحققوا انجاز ما حدش حققه في تاريخ النادي الاهلي قبل كده. ان شاء الله، ومن بقك لباب السبب باذن الرحمن. بشكرك على وجودك معانا النهارده ايمن، نورتنا يا ايمن.